رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فوق كل بر بر إلا الشهادة فليس فوقها بر لأنها أقصى وأفضل وأنبل العطاء إذا قيل الجود بالنفس أقصى غاية الجود. السلام على الشهداء الأحرار الأوفياء، السلام على الشهداء النبلاء الأوفياء، السلام على أشرف الناس وأكرمهم في الورى، السلام على عوائل الشهداء أمهات وآباء، السلام على السجناء الذين يرزحون تحت القضبان وعلى عوائلهم، السلام على كل مواطن ومواطنة بقي يواصل درب الشهداء، درب الكرماء، درب الأشراف، درب الأوصياء والأنبياء والأئمة الأطهار، أرادوا أن يركبوا في سفينة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. السلام على الحاضرين أيها الشرفاء، السلام على الحاضرات، السلام على كل من حمل هم قضية شعبه وثار من أجل كرامتي وعزة شعبه وأصيب ما أصيب في جانب قضيته المشروعة وهي استرداد الحقوق المشروعة الذي يطالب بها الشعب منذ 14 فبراير، بل قبل 14 فبراير، بالسبعينات، بالثمانينات، بالتسعينات وهكذا. شعب أراد أن يعيش حرا، شعب أراد أن يفتخر أمام الدنيا بأن يرفع رأسه خفاقا ينادي هيهات من نذله، هيهات من نذله، هيهات من نذله، هيهات من نذله. سلام خاص للشهيدين الولدين العزيزين الذين يعيشون في قلوبنا، في جوارحنا، في دمنا، في نبض قلوبنا، ألا وهو الشهيد حسين الصافي والشهيد يعقوب إبراهيم شهيد الغيرة الذي استشهد لكونه يدافع عن أعراض الناس وعن النساء لكي لا تنتهك، لكي لا يذهبوا ويزولوا سترها وعفافها. كلنا فخر وكلنا عز وكلنا شموخ أن نقف هذه الوقفة القصيرة لأجل إحياء هذين الشهيدين وبقية الشهداء الذين سقطوا في ساحة الكرامة والشرف والعزة والحرية. هؤلاء رموزنا، تيجان كل تاج كل مواطن ومواطنة، هؤلاء دماؤهم الزكية وأجسادهم الطاهرة التي تحرك الضمائر نحو طريق شائك مليء بالمشاكل والويلات، وهو طريق الأوفياء والشهداء والشرفاء والأنبياء، وهذا يوصلهم إلى دربين وإلى خطين
لا يوجد غيرهما في الوجود، ألا وهو النصر أو الشهادة. النصر شهادة والشهادة نصر. نحن في هذا المقام نقف نرفع رؤوسنا خفاقة معلنين على أننا على درب شهدائنا. نحضر نقف تضامنا ونزور قبورهم، لا لأجل أنهم يحتاجون إلى فاتحة، وإنما لأجل أن نجدد العهد معهم ونقول لن ننساكم يا شهداء، لن ننساكم يا شهداء، لن ننساكم يا شهداء. نعم، لأجل أن نعشق طريقهم وأن نسلك نهجهم وأن نصل إلى ما وصلوا إليه من هذا الفخر العظيم وهذه الرتبة العالية التي لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهنيئاً لكم يا شهداء، هنيئاً هنيئاً إلى أن ينقطع نفس الدنيا بكاملها. السلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تخرجون من قبوركم إلى قصوركم تعانقون الحور العين. وهذا الرتبة لم يحظ بها إلا شهداء من الأبرار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالروح والدم نفديك يا شهيد.